وسهلا مشاهدي قناة المصرية الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم المختصر المفيد، برنامجنا يتحدث عن عدة قضايا اجتماعية في المجتمع المصري والمجتمع العراقي عامة. محور حلقتنا لهذا اليوم هو محور عن التدخين إذا كان السجائر أو الأرجيلة. ضيوف حلقتي لهذا اليوم أستاذ ميسر الحيالي رئيس قسم تقنيات التمريض والإسعاف الفوري، والدكتور محمد داود الحساني مدير مركز الحساني لزراعة الشعر وكذلك رئيس في كلية الصيدلة. حتى نتعرف أكثر على ضيوف حلقتي ومحور حلقتنا تابعونا. أهلا وسهلا بضيوفنا الأعزاء أستاذ ميسر والدكتور محمد، أهلا وسهلا بكم. بداية نتعرف بحضراتكم أستاذ ميسر. أستاذ ميسر محسن عزيز الحيالي، نعم. رئيس قسم تقنيات التمريض والإسعاف الفوري بالجامعة التقنية الشمالية بالمعهد التقني الطبي الموصل. أهلا وسهلا بك، شكرا على تلبية الدعوة أستاذ ميسر. وسهلا. دكتور محمد. دكتور محمد داود الحسني، تدريسي في كلية الصيدلة، دكتوراه، نعم، في علم الأدوية، ايضا مدير كادر الحسني لزراعه الشعر في عياده الدكتور عبد السلام الطائي، نعم، للحروق والجراحه التجميليه. اهلا وسهلا بك، وايضا شكرا على تلبيه الدعوه للبرنامج المختصر المفيد. احنا محور حلقتنا محور كلش مهم، وخاصه احنا نعتبره ظاهره ايضا، هي التدخين، خاصه التدخين اذا كان سجائر او الارجيله. بدايه نبدا مع استاذ ميسر، ما هي أسباب هذه الظاهرة أو ما هو يعني تعريفك التدخين؟ التدخين بحد ذاته هو استنشاق أبخرة، نعم، نتيجة احتراق التبغ اللي هي مواد عشبية، نعم، مضاف إلى مواد أخرى جانبية طبعاً، مواد خلينا نكون واقعين، بعض الأحيان تكون سمية وبعض منها تكون كيميائية، نعم، من أجل يعني تكوين هذه السيجارة. هذا الاحتراق للتبغ راح يولد لي أحادي أكسيد الكربون اللي راح ينزل ويستنشق الشخص وينزل إلى الرئتين. نعم. ما يحتوي التبغ طبعا والتدخين بأنواعه، إذا كان احنا حتى عندنا أنواع ما فقط يعني للتبغ، عندنا ماريجوانا، عندنا الحشيش، نعم، أيضا تعتبر من أنواع اللي يدخنوها، صح يعني ظاهريا هي قليلة، نعم، هذه الأنواع ما مثل السيجارة أو النرجيلة أو غيرها، لكن هذا شيء موجود. المادة الأساسية للتدخين هي التبغ اللي يعتبر جزء رئيسي منه هو القطران، اللي هو من أخطر المواد سمية على الجسم، ويؤثر بصورة مباشرة أيضا حتى على نقل الأكسجين من الدم. فهذه من الأمور اللي جدا مهمة، واللي بإمكاننا نقول أنه التدخين هو من نقرأ أنه هو سبب رئيسي لكثير من الأمراض، فهو فعلا سبب رئيسي لكثير من الأمراض الأساسية اللي تأثر على الإنسان وعلى صحته وعلى تصرفاته. رغم أنه بعض الإجراءات أو بعض الأشخاص ما يقتنع بهذا الأمر لأمور أخرى، إذا كان أكو أسئلة في هذا الباب راح نجاوب، نعم، إن شاء الله بالتفصيل، لكن هذا بإمكاننا نعتبره مقدمة للتدخين، عملية استنشاق الاحتراق، نعم، يحدث في داخل السيجارة أو حتى في الأخطر منها اللي هو مادة اللي ما موجود عندنا النرجيلة، إذا كانت إلكترونية وإذا كانت النرجيلة الاعتيادية، نعم، واثنين هم بالضرر يعني متقاربين بالضرر ويفوقون السيجارة في الضرر بشكل يعني أكثر بكثير، أكثر بكثير يعني بما يعادل حسب الدراسات، يعني يقال أنه إحنا عندنا 6 إلى 8 مليون شخص يموت سنوياً بالتدخين، وعندنا تدخين جانبي. اليوم أنا مدخن في بيتي، نعم، فأطفالي، عائلتي، زوجتي، كل شخص، زملائي اللي بالعمل يعتبرون مدخنين، نسمينه التدخين السلبي. نعم. تعرفين النسبة ست ياسمين أنه إحنا بالنسبة لنا لكل 6 إلى 8 مليون عندنا 900 إلى 900 ألف إلى مليون شخص هم مصابين بأمراض التدخين وهم مدخنين سلبيين، نعم، معاشر لمدخن أو يمشي، نعم، مع مدخن أو صديقه مدخن أو يعني يتراود مع أصدقائه المدخنين إلى مثلا، خلينا نكون واقعين وصريحين، إلى كافيات، إلى، نعم، مكانات عامة، بالأخص المكانات، يعني مجرد أنه إذا استنشق، نعم، عملية الاستنشاق، نعم، عملية الاستنشاق مباشرة تأثر بشكل مباشر على الشخص إذا كان هو المدخن وإذا كان التدخين السلبي. نعم. يمكن الفرق الوحيد أنه كمية أحادي الكربون اللي يدخل بالمدخن إلى، نعم، رئة المدخن هو أقل، وكمية القطران اللي يأخذها الشخص من السيجارة تكون أقل مما موجود عليها.
أما النرجيلة بأنواعها الأخرى إذا حبيت يكون أسئلة بهذا الخصوص نتفرع نعم. بها أكثر إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا على هذا التوضيح أستاذ ميسر. دكتور محمد، لماذا التدخين خاصة يكون للكبار أو بسن المراهقة؟ يعني مثلا أو إحنا احتمال أكو نسب للصغار، بس إحنا نأخذها عامة إنه هي للكبار دائما. هو إحنا قلنا بالمصلابي صار رجال. نعم. هو تختلف بالضبط مع النضوج، تزداد عندنا مادة النورابينفرين بالدم. نعم. فيدخل الشخص طبعا نتيجة التغيرات الهرمونية. نعم. من يصعد الهرمون الذكري خاصة بعمر المراهقة 13 سنة سن البلوغ. نعم. من يصعد عند الهرمون الذكري يتنشط عند الجهاز اسمه السمبثاوي، حتى تكون بطريقة أبسط يعني مهم تزداد جسم الإنسان أو في نعم. دم الإنسان مستشعرات الغضب والشدة نعم. والحسوس والإحساس بالرجولة. نعم. فيبدي شوية شوية، وخاصة عندنا طبعا البيئة كان صارت يعني مشجعة جدا على أمور طبعا انتشار الكافتريات. نعم. فيطلع مع أصدقائه، شاف هذا يدخن هذا يدخن، بدلش هو يدخن يعني. نعم. ال- 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 الكلام وين؟ كنا قبل نحذر من التدخين. نعم. حسا من جتنا النرجيلة قمنا نقول له يا أبو دخن بس لا تدخن جيجارة بس لا تدخن نرجيلة. نعم. حقيقة يعني يعني هو يعني حتى تكون في موضوع طبعا أنا أول شيء أقدم الشكر لكادر القناة الموصلية حقيقة اختار نعم. موضوع ذكي جدا. نعم. يحتاج للناس توعية صحية بينه. نعم. أنه أنا لو أقارن هكذا فالمقارنة بسيطة، لو جبنا هاي السيجارة الاعتيادية هاي السلم الرفيعة وجبنا السيجارة الإلكترونية، كل شخص خلي يتخيل من المشاهدين أنه نعم. أمامه هسه دخان من سيجارة صغيرة أو سيجارة إلكترونية أو الأرجيلة أو النرجيلة يسموه. لو تلاحظ كمية الدخان اللي تدخل هسه في صدر الإنسان بالنسبة للنرجيلة أضعاف، قد تكون مئات الأضعاف اللي تدخل عن طريق الإلكترونية أو السيجارة الاعتيادية. نعم. هذا الدخان إش قد يكون كثير وين يدخل بالرئة يخلق اختلال بالضغط بداخل الرئة، تبدأ الرئة مع الأيام طبعاً هي الرئة عبارة عن إيش؟ عبارة عن كأنه يعرفها بحويصلات هوائية، يعني إذا نحكيها باللغة العامية كأنه غربال مصفي. تبدي هاي الحويصلات باختلاف هذا الضغط المستمر أنه تتوسع، متى تتوسع راح يدخل كمية أكبر من الدخان بما يحمله من مواد سامة إلى دم الإنسان، هو من الرئة ينتقل إلى دم الإنسان. إلى الدم. نعم. من دخلت هاي المواد بداخل دم الإنسان وبشكل مزمن متكرر وبكميات كثيرة، خلينا نتخيل إيش راح يصير بالدم. الدم يعني صح من الرئة راح أيضا تنتقل على الدم. ينتقل إلى الدم. نعم. إجي هسا الدم كيف يتعامل مع هذا الدخان؟ الدخان محمل بغاز CO نعم. وحادي أكسيد الكربون، راح يجي لو نحكيها بطريقة دوائية أو فسلجية، أي شخص هسا يسمعني هو بده يدخن النرجيلة نعم. وأنا أشدد على النرجيلة، من تشرب النرجيلة يدخل هذا الدخان إلى الرئة، من الرئة ينتقل إلى الدم، كمية ما يحمله من حادي أكسيد الكربون تدخل إلى الدم نعم. تبدأ تتنافس مع الأكسجين على دخوله إلى كريات الدم الحمراء نعم. فتبدأ كريات الدم الحمراء كأنه يصير بها شلل بعد تتعطل وظيفتها، ما تبدي تنقل الأكسجين والغذاء إلى كل خلايا الجسم. طيب إذا كررنا العملية راح يتكون عندي تراكم كثير من كريات الدم الحمراء اللي راح تبدي تلتصق حتى في جدران الأوعية الدموية. أنا أعطيكم فد نصيحة وخاصة في أهلنا في الموصل وفي وعامة في العراق العظيم. نعم. كل شاب يتوفى نتيجة جلطة دماغية أو جلطة قلبية اسأل قل له كان يدخن نرجيلة ولا 90% راح يقول لك يدخن النرجيلة. فالنرجيلة النرجيلة ابتعدوا عن النرجيلة حقيقة. نعم. شكرا على هذا التوضيح دكتور محمد، شكرا. أستاذ ميسر، أكثر المدخنين هل تعتبر النساء أم الرجال؟ الغالبية العظمى يعني بالأخص إحنا في مجتمع نعرف إنه مجتمع شرقي، وإذا نعم. كان نتكلم على المجتمع الموصلي إذا كان نعم. على المجتمع الموصلي
مجتمع محافظ خلينا نكون للأمانة، حتى اللي من النساء اللي يدخلون يعني يكونون محجوبين مثلا في البيت أو في الجلسات الخاصة، ما وصلنا إلى المستوى الرسمي لكافيات مثلا نسائية مخصصة على مستوى واسع وعلى مستوى انتشار. التأثير يعني القيمة الأعلى هي كان للرجال وبالأخص لفئة الشباب، يعني مثل ما تفضل أخي وزميل الدكتور يعني الغالبية العظمى هي تكون للشباب. مشكلة التدخين بصورة عامة أنه أي شخص مدخن أنا أحاول أنا أقنعه أنه أنت لازم تترك التدخين أو أنت التدخين بالنسبة لك يعتبر ضار، لك أنا بدون سيجارة أدوخ أو بدون سيجارة أنا السيجارة تشعلني بالراحة، وكذلك حتى النرجيلة. إحنا من نجي مادة النيكوتين هي مادة مخدرة، فلهذا التدخين حسب قانون منظمة الصحة العالمية يعتبر من أنواع الإدمان. يعتبر من أدواع الإدمان. ليش؟ لأن النيكوتين مادة يدمن عليها. يعني أنت تعرفين أنه 2 إلى 8 ثانية بالضبط أنت بإمكان النيكوتين أن يتحول إلى مجرى الدم. إلى مجرى الدم ويدخل من وصل إلى الدماغ، بعد ما يصل إلى الدم مباشرة يتحول للدماغ بأقل من دقيقتين. من وصل إلى الدماغ راح يخلي الدماغ يفرز هرمونات عن طريق النواقل العصبية جدا مهمة، من ضمنها شيء اسمه الدوبامين. يعني ما أريد أن تكون يعني هي اللقاء أكاديمي بحت، لكن خلينا نكون هاي التسمية تعرفها العالم البسيطة. الدوبامين مادة تنطي شعور بالراحة والارتياح والانتعاش. فلهذا نشوف المدخن يفرغ غضبه ويفرغ عصبيته معها لهذه السيجارة، وبعض منهم يقول لك أنا حتى إذا ما أنا عصبي أنا أرتاح من أدخل. كلامه من نجي من الباب الطبي هو صح 100%. فعلا مادة النيكوتين راح تنطيني تحفز لي الدوبامين ونواقل عصبية أخرى، وراح تسوي لي زيادة بالأدرينالين وغيرها من الأمور الأخرى، فتشوف أنه فعلا هو يشعر بالارتياح ويشعر بأمور أخرى ويشعر كأنه هو ملك الساحة. بيده الجيجارة ملك الساحة. مشكلتنا ما هي أنه الذكور أكثر إلا الإناث أكثر. بإمكاننا أن نسوي مقارنة أخرى معتمدة على سؤال حضرتك. هل الشباب أكثر إلا الشياب أكثر إلا الأطفال أكثر؟ هذه جدا مهمة. بالغين العمر اللي بالعامية مثل ما احنا نسميهم الشياب، يعني سابع المستحيلات أنا أقدر أقنعه أنه يترك إلا ما إذا يدخل المستشفى يكون عنده إرادة وقناعة، لأن هو يعني أنه ما تقريبا مدة طويلة، فما أنت ما راح الشباب تجي من يعني تجي من الأمور الجانبية الأخرى، الصحبة السيئة، المرافقة، بعض الأحيان هو شخص يشعر بأنه، وكثير طبعا هذا الشعور موجود حتى عند غير المدخنين، بعض مثلا شخص يمر يعني أنا كثير ممكن سمعته من زملائي أخوان أصدقاء يقول والله أنا الباحة أجد ما ضجت يعني قلت يمكن أشرب سيجارة. صحيح. بهالمصطلح المصطلحي والبسيط يعني أذوني بعض الكلمات فتجي بدواليك الكلام مثل ما أقول، فيقول لك أنا والله يعني ردت أن أشرب أدخن هاي السيجارة يعني بلكي تشوف يعني ليش ارتاح عليها. زين هذا الشاب، زين لما نتكلم عن طفل هي هنا المشكلة ست ياسمين. يعني أنا لما أتكلم عن طفل الرئات ماله بعد توته إنه جديد، الجسم بعد الدم ماله يعني توته بعد ما اكتمل النمو، هو في مرحلة نمو في مرحلة تطور. إحنا ساعتها مثلا عندنا مرحلة النمو نقول إلى 18 سنة، مع أنه بالدستور البريطاني مرحلة البلوغ إلى 25 سنة يعتبروا طفل. احنا ما ممكن انا اقول للشخص طفل مثل ما تفضل الدكتور يعني زياده التستيرون والاستروجين والبروجستيرون حتى عند الاناث اختلاف الهرمونات عند الذكور والاناث تنطيهم رغبه بانه يتنمر على ما حواليه. فانا يعني بامكانه هذا الطفل انه يشوف اذا يشوف الاب مدخن من يسرق السيجاره هو يرجع يدخن، او يشوف الاب يدخن نرجيله هو يرجع يدخن، خلي يكون في باله هذا الاب انه غدا أو بكرة مثل ما يعني الصحيح أنه مجي يقول له ابني ليش أنت دخنت، ما أنت قدامه المثل الأعلى. صحيح. أنت المثل الأعلى بالنسبة له، عدا المثل الأعلى هو صديق السوء، خلينا نكون واقعيين. وهذا الشيء يعني يدفعنا لازم دائما نقول هم الذكور أعلى من الإناث، صح، وأكو نسبة من المدخنين بالإناث، ونسبة المدخنين مع الأسف مع الأسف ما نشاهده حاليا من الأطفال حالة مرعبة. وإذا تحبين أنه في أسئلتك أنه تكون شيء فيها من باب التدخين وضرره حتى من ناحية الإدمان،
نعم. احنا لان انا في البدايه قلت هو يستخدم من مواد نباتيه وعشبيه صحيح. ما بس انا عندي التبغ، انا عندي الحشيشه، عندي المارجوانا، هذه بامكانها أيوة. ان تدخل في باب اخر. انا احوله من مدمن دخان سيجاره الى مدمن امور اخرى نعم. مخدرات وغيرها من الامور الاخرى. وهذا طبعا ما دائما تنبه عليه اعلى السلطات الامنيه بالبلد، انه انا عندي مشكله في المخدرات بتفاصيلها نعم. فهذا يفتح الباب من اوسعه لهذه الفئه العمريه. ويعني نتمنى انه تكون مثل ما تفضل زميلي الدكتور، انه يكون هذه يعني هاي الجلسه هي ليست فقط للحوار نعم. انما هي جلسه توعويه إيجاد. للكل نعم. جلسه توعويه للكل حتى يعني نصل الى شيء مهم في مجتمعنا، انه ما بامكاننا ان نقول ترى نمنع السجائر، ما بامكاننا هي بخطوات تبدي اكو توعيه نعم. انه نقلل الى اقل ما يمكن، بالاخص في فئه الاطفال نعم. يعني فقط في فئه الاطفال، قد لعله وعسى تختلف الامور ان شاء الله. شكرا على التوضيح استاذ ميسر. دكتور ايضا نكمل حديثنا بعد ما ناخذ فاصل الاول ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء فاصل وراجع لكم. مشاهدي الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل، رجعنا نكمل برنامجنا المختصر المفيد مع ضيوف الاعزاء دكتور محمد واستاذ ميسر. استاذ ميسر، قبل ما ننتقل كنت تتكلم لنا عن عده مواضيع مهمه عن التدخين، ولا سيما انه قلت التدخين خاصه عندنا مهم ولازم يكون توعيه لفئه الاطفال. نعم نعم. ننتقل الى الدكتور محمد، هل التدخين اهداف وشنو هو مخاطره على المجتمع؟ اكو اهداف يعني التدخين برايك انت؟ يعني هو حقيقه التدخين نعم، واخص بالهم ارجع اكرر النرجيله نعم. يعني هاي حتى شبابنا وشاباتنا اولادنا يعني مخاطره تكون اكثر من السيجاره العاديه نعم. لو نلاحظ هسه تفشت المشاكل اكثر نعم. لو تلاحظين بالشوارع هسه مع ازدحام يعني السيارات نعم. الناس ما عندها بعد خلق لبعضها، المخاززات الكثيره نعم، الطيش والتهور، ناس تريد تدور حجة على ناس نعم. نتكلمها بطريقة عامة نعم. الأرجيلة دكتور أكو الكترونية وأكو هاي العادية. حكون معاكم نعم. بالنقطة بكل بساطة، هل قبل من يشوفون واحد عصبي يقول لك ما يصل دم الراس صح؟ نعم. النرجيلة والتدخين من بعدها نعم. يعمل تثخن في دم الإنسان نعم. دماغ الإنسان صاير بأعلى جزء من جسمه نعم. فمعدل وصول الدم الى الدماغ راح يقل نعم. فبسرعه الخلايا ما الدماغ تتوتر لانه ما بيها وقود كافي، ما بيها اكسجين كافي نعم. يؤدي هذا الى زياده وضعيه انه اي شد معين قد يتحول الى مشكله اكبر واكبر واكبر نعم. لانه الدم ما يوصل بشكل كافي الى دماغ الانسان نعم. فتشوفين هذا الشخص من عصبيته هسه، شوفين هسه شبابنا تحكي معاه كلمتين يتوتر مباشره، حتى بالنوم قلق نومه، ليش؟ لانه الدم ما يوصل براسه. هاي بطريقه صحيح. مختصره اعطيك اياها تمام. والمخاطر اكثر، انت قلت الارجيل، يعني تحدثت الارجيله نوعين، الالكترونيه والعاديه، فاثنينهم نفس المخاطر. الالكترونيه اقل، يعني نعمل فد سلم نعم. السيجاره الاعتياديه نعم. السلم من نصعد بالخطوره راح تجي عندنا الالكترونيه، من نعم. نصعد بدرجه الخطوره الارجيله اولا نعم. علما انه السيجاره الالكترونيه اللي بيها اطعام نعم، هاي الملونات والاطعام تعمل على فتح او زياد سعه الفتحات او النفوذ الثغرات في الرئه نعم. بالحاله راح يزداد عندنا امتصاص او دخول السموم بشكل اكثر من الرئه الى الدم، يعني تكون اسرع، تضاعف عمليه السيجاره نعم. بس اكو دول كن حرمتها نعم، اكو دول كن حرمتها لحد نعم. اضرار التدخين اضرار هي اقتصاديه وايضا صحيه بنفس الوقت، واحتمال تكون نفسيه هم تدخل او عوامل اخرى. طيب ليش يعتبر البعض انه ظاهره التدخين مؤذيه على البشر؟ اكيد لانه هسه انت يعني اي قاعه مغلقه تدخلين، اي شخص مدخن راح ياثر على الاخرين
نعم مثل ما تحدث. اي حقيقه يعني لكن اكو جدوى اقتصادي، اكو على فكره اكو دول يعني هي تشجع شعبها على التدخين وعلى المخدرات حتى تبدي تستفاد اقتصادها. نعم. يقول لك اقتصادها ينطيني اقتصاد بترول. يعني يعني التدخين ايضا فوائد. اكو دول 40 الى 60% من مدخولاتها الاقتصاديه تعتمد على التدخين. نعم. مثل كولومبيا وكثير من الدول بالعالم تعتمد، يعني يشجعون على التدخين. ما بس يشجعون، نعم. هم اصلا يعني عندهم مزارع خاصه للزراعه بهاي المواد يعني. نعم. ويعني لا نستغرب انه الدول العربيه من المستهلكات لها، ترى للامانه. نعم. يعني حتى الدول العربيه كثيره من المستهلكات لها. نعم. شكرا على التوضيح دكتور محمد. استاذ ميسر، طيب تدخين الارجيله تحدث عنه استاذ الدكتور، بعض يستخدم الشيشه قلنا الالكترونيه، طيب هي مثل ما تحدث الدكتور تكون امنه اكثر من السيجاره؟ لا، السيجاره هي امن ما يكون، لان لا. نسبه القطران اللي موجود بها والنيكوتين بالاضافه الى المواد السميه طبعا هي ايضا مختلفه. اكو يمكن اختلاف يعني كل ما تركيب الماده تختلف. نعم. عن الاخرى. اكو نعم. يعني مثلا انواع من السجائر بعض منها حتى مثلا تنشر بالعامه، تشوفين. نعم. انه مثلا عندك يتكون من 40 60 70 ماده، حتى بعض منها يعني في بعض الصور يقول لك انه يحتوي حتى السيجارة تعتبر على زفت. هي مع العلم ايضا داخل العلبه مكتوب تحذير. لا هذه يعني هذا يعني كان يعني لازم نجاوبه من سأتي على الشغله التجاريه يعني. نعم. على الشغله التجاريه. نعم. وارجع لشيء اذا تحبين عليه هاي الفقره. نعم. السيجاره البسيطه، هذه السيجاره البسيطه الاعتياديه يعني نسبه الضرر مالها اقل بكثير من اي نوع من انواع التدخين الاخر، واقصد. نعم. بالسيجاره هنا اللي تكون من التبغ. نعم. وليس من الامور الاخرى الثانويه. نعم. اللي هي ما محور حلقه اليوم يعني. نعم. بس ناتي مثل ما تفضل الدكتور انه المرحله الثانيه عندي يعني النرجيله اللي هي الالكترونيه. نعم. المواد الصبغيه اللي موجوده بها هي مواد يعني تدخل بها نيكوتين واصباغ ومواد محفزه للسرطان. يعني. نعم. هذه جدا مهمه يجب داخل الصبغه؟ ما داخل الصبغه، داخل المواد. داخل وتاكد يبقى انه هذه تحتوي على مواد من الرصاص اللي ما يطلع من الجسم نهائيا واللي يتركز بالجسم. يعني الماده الجسم. تبقى ما نعم نعم ما نعم. تتحرك. النيكوتين بالمناسبه يعني احنا لو مهما ما نتكلم عن النيكوتين احنا حتى لا نمدحه ولا نذم. نعم. النيكوتين ساعتين ويتخلص منه الجسم. فلا تكون مدخنين يعني مثلا كل ساعتين يشرب سيجاره، والمدمنين لا يزيد شويه ويحبذوا انه يخلي معاه قهوه ويخلي معاه شاي ويخلي. نعم. معاه مطيبات وغيره من الامور الاخرى. اخطر ما يكون هي النرجيله اللي هي تحتوي على ماء. نعم. وتحتوي على تركيبه خاصه. نعم. بما مسمياتها يعني حتى يعني للطرفه، حتى اذا احنا طلعنا يعني بالعلن للناس، اما التفاحتين واما الليمون وما اعرف ايش من هاي التسميات. أي. الجميله جدا اللي هي يعني منعكسات لفاكهه ومنعكسات لامور مرغبه حتى للشباب وحتى للاطفال، خلينا نكون واقعيين. المحتوى الداخلي مالها مخلوط مواد يعني ما ممكن أن أحد يحصرها من ناحية ضرر الجسم. نعم. وضرر الإنسان وضرر البشر، فلهذا تعتبر هي أخطر الأنواع. أما ما لأنه أنا أكو على علبة السيجارة خطر، أو حتى بالمناسبة حتى على هاي العلب الأخرى أيضاً موجودة هاي العلامات. نعم. موجودة هاي العلامات أنه يسبب أمراض السرطانات وأمراض الجلطات والنوبات القلبية وانسداد الرئة ومشاكل الرئة وغيره وغيره، وهذا كل شيء صحيح 100% هو صحيح حسب الدراسات وحسب الإحصائيات العالمية. نعم. هذا كله شيء مثبت، وهاي الشركات إذا ما تكتب هذه العلامة بالمناسبة راح يخلوها تعزل وتقفل، لأن يعني هذا من صلب العمل. يعني مرة شركة نيدو كتبت احنا رقم واحد على العالم، اتغرمت تغرمت. فنفس الشيء السجائر يعني هي شغلة تجارية وليست هي شغلة انه انا اعدن صح انه والله هذا السيجارة تسبب كذا وهذه النرجيلة كذا تسبب، لا هي شغلة مجبرين هم ان يكتبوها. يعني هنا مجبرون اخاك الله بطل، وهي ما جاية بالفراغ يعني ما من محبتهم بالناس، لا هي فقط انه شغلة تجارية ومن اجل الاقتصاد ومن اجل المضاربات. انا هذا اذا ما عليه علامه هو سبب المرض، انا غدا اقاضي الشركه اللي باعتني هذه الانواع من السجائر وهذه الانواع من غير الامور الاخرى. فلهذا هذا الشيء هو اللي موجود. اخطر ما يمكن على البشر انه انا استنشق غازات وابخره ما يتقبلها الجسم. الانسان يتنفس اكسجين
ثاني اكسيد الكربون ونيتروجين وما موجود من العناصر من الهواء الطبيعي. صحيح. من اجي انا ادخل له احادي الكربون وادخل له مواد محترقه ما لها اساس وادخل له مواد كيميائيه تترسب بالرئه او تترسب بالدم او بالشرايين او تصعد الى الدماغ وتسبب لي اضطرابات نفسيه، هنا تكمن الخطوره. نعم. في التدخين واستخدام السيجارة أو النرجيلة بأي نوع. أستاذ ميسر، طيب ما حال إذا أنه الشخص سيجارة يدخن وأيضا نفس الوقت يدخن أرجيلة، فمخاطر هنا يعني إحنا نقول بلس. نعم. يعني هو بالنسبة له هو ماخذ الدرجة، بس هذا عنده بلس، هذا امتياز عنده، هذا إكسلنت. نعم. يعني هذا طالع، هذا يعني شيء مقتنع. وبالمناسبة معظم مدخنين النرجيلة. نعم. هم بالأساس مدخنين سيجارة. نعم. شاف أنه الطريقة أسهل، خلينا نكون واقعين، طريقة التدخين من نرجيلة، طبعا أنا غير مدخن. نعم. بس راح أتكلم عن خبرة وكلام أشخاص مدخنين. نعم. شوف النرجيلة أسهل، عملية الاستنشاق أسهل، خلينا نقول نحكي بالعامية شي كل شوية نضحك حتى المشاهدين وأخواننا من الناس، يصعد أزيد، تصعد أزيد، تصعد أزيد هي بالنسبة له، فتشوف الانتعاش يزيد، وإحنا ذكرت أنا قبل شوية بالتفاصيل، بعض التفاصيل العلمية، فيحس بالنشوة أكثر. نعم. فلهذا يرغب، وكثير منهم تركوا السيجارة، فليكون. نعم. على اثنين هذا يعني احنا هو في خطورة أكثر من اللي في واحد، واتمنى انه يعني اتمنى ولا هو يعني ما نكون متشائمين لأننا بطبيعتي ما متشائم، بس يعني خلينا نكون واقعين، عملية إقناع الشخص جدا صعبة. نعم. بأنه أنا أترك التدخين أو أقلله، ومثل ما ذكرتها يمكن فس الفئات العمرية اللي يمكن ضربته جلطة ودخل المستشفى وطلع حجين الله يحفظك، يعني بدل باكيت. نعم. سوي لنا هي 10 شوية تقليل بعد 5. نعم. يعني حتى أساليب العلاج هي تدريجية، يعني أنا ماكو واحد ما رغم أنه اكو دراسات يقول لك الترك المفاجئ. نعم. لا بأس عليه، بس راح شوية تعاني الرئة ما مثل الترك البسيط. نعم. ويقل شوية شوية بالدم وبالرئة وغيره، لكنه هو واقعيا أنا ما يصير أنه خليه يترك شيء واحد مباشرة، لكنه عملية التحويل أكو نقطة يعني ذكرتيها بالسؤال هي مبطنة جدا مهمة، عملية التحويل من السيجارة إلى النرجيلة خلينا نقول مثلا الإلكترونية وبعدين أو التحويل إلى الأرجيلة العادية. نعم. هذه عملية انتقال ودمار لعضوين أساسيين بالجسم. نعم. القلب والرئة اللي عليهم الدورة الدموية الصغرى، اللي أنا من آخذ يعني الأكسجين، يعني اللي مثل ما تحدثت إذا كان بآن واحد راح يصاب. نعم. بالأمراض مباشرة. نعم. نعم. يعني دايرك انتحار. نعم. النرجيلة أنا عندي انتحار. نعم. نعم. اللي يريد ينهي عمره على وقت خليه يروح يشرب نرجيلة. نعم. رجل أم امرأة؟ نعم. والنساء أكثر النرجيلة، يعني النساء السيجارة شوية يعني نرجيلة الكاريزما مالها. نرجيلة صراحة الكاريزما مالها يعني كثرة حاليا. لا هكذا الكاريزما مالها واللباقة مالتها والكشخة والصورة والسيلفي تطلع احلى بالنرجيلة، تطلع احلى بالنرجيلة. شكرا على هذا التوضيح أستاذ ميسر. دكتور محمد، أسباب التدخين كثيرة، ممكن ذكرنا احنا قلبية وأيضا ذكرنا الأمراض أضرار الأضرار التدخين، فأيضا بعد شنو المسببات اللي تسويها التدخين؟ حتى أنا أعطي فد فكرة للشخص. نعم. الدخان دخل إلى الدم. نعم. من دخل إلى الدم بدأت السموم تنتشر إلى جميع أنحاء الجسم، يعني بالأجزاء كاملة. نعم. وطبعا تختلف من شخص لآخر، أكو. نعم. شخص الرئة مالته كفاءتها أفضل من الآخر. نعم. فمثلا المش سايز حجم الثغرات اصغر عنده. نعم. لكن اللي ثغراته كبيره من يتخلل. نعم. نرجيل السموم راح تجي على القولون فيصير عنده التهاب قولون، هذا واحد. نعم. اثنين تزداد نسبه التخثرات في الشرايين والاورده. نعم. ثلاثه فيما يخص. نعم. القلب وفيما يخص الدماغ. طيب. نعم. فيما يخص الشعر. نعم. المواد السامه هاي يحتار بها الدم شلون يخرجها، فيخرج. نعم. جزء عن طريق الكليه وجزء عن طريق الكبد. بعد ايش راح يستخدم؟ الغدد العرقيه. نعم. الغدد العرقيه من تكون محمله بمواد الدخان من توصل الجلد فيشوف البشره تتحول لونها الى اصفر على اسمرار. نعم. فالبشره تبدي تسمر اكثر، هاي اللي تشرب النرجيله خاصه من بناتنا خلي تسمع الكلام. نعم. يعني القضيه مو قضيه اسوي تقشير وما تقشير او. نعم. اخلي كريمات، لا
اذا دمك مو صافي راح يعكس على جلدك. نعم. فيما يخص الشعر، الشعر مليان بالغدد العرقيه حقيقه. الغدد العرقيه من تحمل هاي السموم وتريد تعبرها عن طريق الخارج، نعم، تجي توصل المواد السامه هاي حول البصيله مال الشعر وتعمل تصلب في البصيله والتالي قتلها ويؤدي الى تساقط الشعر، وقد نوصل الى مرحله الصلع اللي عندي خاصه. نعم. صلع وراثي. اذا اجافه شيء، ولهذا يجوني يقول لي عمري 20 سنه عندي صلع. نعم. فيقول والدي 40 سنه، فاقول له كثير عوامل من ضمنها التدخين ادت الى زياده او تسريع عمليه الصلع عندك. يعني نعم. المسبب الاساسي هو التدخين، تساقط الشعر. التدخين نعم. من الاسباب الرئيسيه اللي تؤدي الى تساقط الشعر وكذلك الى الصلع. اكو مرحله عمريه يعني بكل الاعمار. بكل الاعمار. بكل الاعمار حقيقه. فيما يخص النساء ما بعد الأربعين تكثر عندها. ليش؟ نعم. ان شاء الله بحلقه اخرى نوضح ليش ان شاء الله. اكو ايضا تكمله يعني عفوا نعم. المداخله مع اخوي الزميل الدكتور، اكو شغله جدا مهمه. الكبد هو مصفات السم في داخل الجسم. نعم. الاوليه. نعم. الاوليه كداخليا يعني بعد اللوزتين حتى يعني يكون كلامنا علم بحت. الكبد هو مرآة الجلد. نعم. مرآة الجلد. فلهذا مثلا ابو صفار من يصير عندي وعندي مشكله بالكبد اذا دايركت او اندايركت يعني كان مباشره وغير مباشر بالبروبين راح يطلع عندي ينعكس على الجلد على العيون على بياض العين وعلى الجلد. فالكبد هو مرآة للجلد. نعم. مثل ما تفضل الدكتور حتى اسمرار البشره اللي يحدث عندنا يظهر عندهم كثير شغله جدا مهمه يسموها مقاومه الانسولين. نعم. ايضا يصير عندي بيها اسمرار للجلد. فالتدخين نعم. ايضا يعتبر واحده من هاي العوامل. وكو عامل جدا مهم وخطر ما اعرف انا راح اطرحه واتمنى يكون هو ضمن حتى الفقره مال الحلقه. نعم. التدخين ياثر على الجنين في داخل الرحم مال الام. نعم. إذا كانت الأم مدخنة. إذا كانت الأم مدخنة. وإذا كانت الأم مدخنة سلبية أيضا يعني هي نقطة مهمة. تستنشق أيضا. نعم. إحنا من قلنا 6 إلى 8 ملايين ومليون عندي مدخن سلبي أو مدخن خارجي يعني هذا الأم أيضا نفس الشيء. نعم. فأنا هنا عندي المشكلة إنه عندي الجنين عندي تأثيرات عليه، عدا تأثيرات الأم الحامل أيضا حتى للمرضع. نعم. حتى للأم المرضع. فهذا جدا خطر. فلهذا هي ما راح نتكلم ونقول الأم اللي هي مدخنة، نقول الأب اللي هو مدخن في بيت. نعم. وزوجتك تكون حامل أو مرضع يعني لا بأس أنك مثلا على الأقل تغادر يعني الغرفة وتدخن خارج يعني. هذا أيضا من النصائح اللي جدا مهمة للعوائل، جدا مهمة للعوائل. نعم. وإحنا خلينا نكون واقعيين يعني واقع عوائلنا اكتظاظ بالمنازل، قلة يعني النباتات اللي موجودة بالطبيعة. صحيح. لأن أنا لساني قابله النبات بالطبيعة. نعم. أنا قبل شوي ما ذكرت أنه لساني يتنفس كذا وكذا يقابلني أنا النبات بالطبيعة. قلة النبات، التصحر اللي موجود عندنا، قلة العشب الأخضر اللي موجود، الهالات الخضراء، الحدائق الخضراء اللي موجودة عندنا، الحدائق اللي افتقدناها في بيوتنا ومنازلنا للأمانة. هذه كانت يعني منعكس للرئة ومنعكس للدم ومنعكس للكبد ومنعكس لكل الجسم. هذه فقدناها نحن. هذه أيضا تنعكس انعكاس سلبي على أنه أنا بالنسبة لي هذه لها تأثير. مثل ما هو تأثير بيئي فهو تأثير على صحة الشخص المدخن واللي عايش معه الشخص المدخن. نعم. شكرا على هذا التوضيح أستاذ النسر. رح ناخذ فاصل ونرجع. مشاهدين أعزاء فاصل وراجع لكم. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل، رجعنا نكمل برنامجنا المختصر المفيد مع ضيف الاعزاء دكتور محمد واستاذ ميسر. استاذ ميسر وضحت لنا عن عده شغلات مهمه عن التدخين. السؤال موجه للدكتور محمد. استاذ ميسر حكى لنا عن المراه المدخنه ومضار المراه المدخنه الحامل على الجنين. شنو المضار اللي بعد ايضا؟ على فكره نسبه التدخين نعم خلينا نقول بداخل البيت نعم للارجيله لدى النساء كم كثرت نعم وهي خطره جدا حقيقه نعم اذا كانت اما تنوي الحمل او اثناء الحمل. نعيد، تثخن الدم نتيجه استنشاق النرجيله نعم
احنا نعرف الرحم هو البيت اللي يتكون البيوض اللي بداخل. نعم. هذا المعمل حتى يكون البيوض يحتاج الى مواد، من ياخذها من الدم؟ فالدم من يكون ثخين راح ما يخلي البيضه تكون ناضجه بشكل كافي، فالحمل يضعف عندهم، هذا واحد. طيب اثناء الحمل استخدام او استنشاق الارجيله سواء من الام او اذا كانت مدخن سلبي يم زوجها، نعم، يؤدي الى ايضا تفخن الدم وعدم وصول الدم بشكل كافي عن طريق البلازنتا او المشيمه الى الطفل، وقد يؤدي الى الاجهاض ويام اكثرها، ويروحون يراجعون طبعا ويقول لك والله اكو تخثرات، اكو تخثرات. طيب احنا خلينا نسال ليش اكو هاي التخثرات؟ شنو السبب؟ معظمها تجي اما من النرجيله للام مباشره او نعم. عن طريق اذا كانت قريبه لزوجها وده يدخل النرجيله ويدخل نعم. دمها، فما يوصل الدم بشكل كافي عن طريق المشيمه ويصير عند الاجهاض. اكو شغله ثانيه ايضا دكتور، هناك يعني من يفرط بالتدخين يمكن باليوم 4-5 باكيتات احتمال، يعني مو بس سيجارة، احتمال يجوز بسبب الوضع الاقتصادي، تعتبر يعني احنا نشوف عند البطالة اكثر يعني حالة النفسية الموجودة هم ايضا نعتبره مسبب. شوفي هو التدخين اكيد عندك النيكوتين، تفضل قبل شوية استاذ ميسر انه نعم. علاقته شلون دي يشتغل على المستوى الجزيئي وذكر الدوبامين. نعم. هو النيكوتين اصلا مخرطة الله عز وجل موجودة له مستقبلات نعم. في الجهاز العصبي الذاتي. نعم. هاي المستقبلات إش قد تشبعها بالنيكوتين إش قد تكثر، فتحتاج إلى نيكوتين أكثر. يعني أقصد إذا مثلاً كان وضعه، نحن نحكي على وضع الاقتصادي الموجود والبطالة أيضاً يعني هم تلعب دور، فشوف يعني مثلاً ما باكيت واحد يقول أريد بعد مثلاً. أكيد. هذا إحنا عندنا الاقتصاد ما نريد نتكلم بسياسة. نعم. النفس أمارة نعم. بالسوء، إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. صحيح. نعم. لو أكو معامل تحتضن هالشباب بحيث هذا المعمل وأكو مكتوب ممنوع التدخين بداخل المعمل، نعم، راح يضطر الشاب أنه على مود رزقه لا ينقطع منه، يستمر بالعمل نعم. لساعات طويلة بدون ما يدخن. فلو أكو عمل معين يؤديه الشخص يخفف له من التذكر للتدخين، لانه من ما عنده شيء اكثر شيء وين راح يتوجه؟ الى السيجاره. نعم. طبعا راح تاذى اقتصاديا وصحيا، واذا تمرض يراد لهمين يعني. طيب. هو سلسله من الاحداث المتراكمه اللي راح تؤدي سلبيا الى انه ينهار شخص، هذاك الشخص حقيقه حياه الشخص. واكيد الدوله لها دورها. نعم. قلت لك بكثير امور، النرجيله لازم يتقلل او يمنع استيرادها. اكو نعم. كثير ناس طبعا ما راح يصرف لك كلامي، بس والله اني لمصلحه الناس حقيقه. صحيح. يعني لا صحيح، النرجيله لو منع استيرادها واضح شلون. اثنين، لو جبنا وسائل عمل للشباب والمعامل كثرت او يعني افتتاح انديه منتديات ثقافيه ايضا راح يعني يغير. هو الرياضه يعني نعم. هي الرياضه نعم. رقم واحد من اجل تجديد الخلايا بالإنسان نعم. ومن أجل المحافظة على الصحة، ليست فقط نعم. المحافظة على الصحة صح. حتى من أجل تجديد الخلايا. يعني أسا المشي هو رياضة، فإحنا المدخن حتى بعد ما يترك أو بعد ما يقلل إحنا راح نسوي له مثل ما نسوي له تمارين تنفسية، نقول له إحنا اعتاز إن شوي أنت تمشي بالهواء الطلق نعم. وطبعا أكو شغلة أيضا جدا مهمة في المجتمع الموصل لي، أنا من المجتمع الموصل لي وهي أنا منها العالم يعني ككل، هي كورونا. الإصابة كانت بكورونا. صحيح. كورونا كانت واحد من الأمراض الفيروسية العالمية، إذا كانت مصنعة أو غير مصنعة هذا لسنا في هذا الصدد. نعم. لكنه هو مرض ضرب العضو الأساسي اللي مسؤول عن التنفس اللي هو الرئة. صحيح. والتدخين هو أول مضاره الرئة. نعم. كم من الناس اللي أصيبت بالكورونا على مستوى العالم عدد هائل ولا ممكن إحصائية أن تعده. نعم. فهذا كله ينعكس على طبيعة الشخص ومستقبل الشخص وحياة الشخص. هذا الشخص من يكون مدخن اختاروها حجة المدخنين أن المدخن ما يصاب بكورونا. صحيح. كانت عندهم قاعدة، المصاب كثير منهم كانوا تاركين التدخين، بالمناسبة من صارت كورونا رجع للتدخين، رجع للتدخين، قال لك أنا أرجع للتدخين لأن أبو كورونا ما ينصاب، يعني المدخن ما يصاب بكورونا.
هو يعني احنا ما في صدد ما في صدد انه يتكلم طبيا، لان يتكلم طبيا ما راح يكفينا البرنامج يعني صح. في هذا الباب بس خلي في باله انه ما صاب بالكورونا لانه الرئه ماله ما مستعده ان تتحمل مرض اخر، وما مستعده ان تتاثر بعد، لان هي اصلا منتهيه. اختصرها في المصطلح هذا، هي منتهيه اصلا الرئه ماله. نعم. فهذه ايضا من النقاط المهمه جدا. دائما البيئه ودائما الوضع الاقتصادي يلعب دور في انعكاس تأثيره على الشباب والأطفال. صحيح. بالإضافة إلى المنعكس النفسي العائلي. نعم. احنا القاعدة كل ممنوع مرغوب، فأنا بإمكاني أن أمنع، بس أمامي من الخوف يجوز أنه يمتنع، لكن ورايا يسوي على العكس. وهذه هي المشكلة الحقيقية اللي تحدث عندنا. المادة متوفرة، وخلينا نكون واقعيين، مبالغ بعض الأمور منها بسيطة وبعض منها ما بسيطة على بعض الأشخاص اللي حالتهم ضعيفة، بس صديقه زميله جيرانه وكذا يساعدوا عليها. فهذه نقطة جدا مهمة. فالاقتصاد أساسي، الاقتصاد أساسي. حل المشكلة الرئيسية للاقتصاد هو السبب الرئيسي لحل كثير من المشاكل، ما بس التدخين، كثير من المشاكل اللي تواجه شبابنا ومجتمعنا هي السبب الاقتصادي يلعب بها دور. شكرا على التوضيح استاذ ميسر. دكتور محمد، شلون احنا نقدر نقنع المدخن انه يترك السجائر او الارجيله نفسها؟ يعني انا احكيك على اختلاطنا مع المرضى والمراجعين. نعم. بالمركز قول لي تشرب باكيتين سجائر، حولها الى باكيت. نعم. يعني ما تقدر انت تقول له اترك السجائر، يعني بالتقليل. نعم. اثنين، اذا تدخن السجاره اللي مثلا النيكوتين بيها والقطران 0.4 او 4 سوي 0.1، هذه لانه هاي السيجاره بها يذكر لك المعمل ايش قد، اذا كان صادق المعمل ايش قد بها نيكوتين. وهاي السجائر السليم ننصحهم، هاي السيجاره الرفيعه جدا. نعم. النرجيله لا، يعني نقول له حقيقه يعني امانه علميه لازم واحد يذكرها. انا اصر على الشخص اظل وياه لحد ما يتركها، وكثير كنا نجحنا بحالات الحمد لله انه يعوف النرجيله. يعني نقول له مثلا ما تخاف على اولادك، لو ما تخاف على صحتك خاف على اولادك، لو ليش يتيمون، فيبدي يقتنع راح يكون عنده حرص. نعم. نعم. النرجيله يتركها، واهل الكافتريات هسه كلها تشيل عليه. حقيقه لانه تضر بي وبيك وتضر باولادنا وبهذا الجيل يعني. فهو يكفي ما نحن فيه من امور يعني، اللي من شد دائما وحاله اضطراب في الاقتصاد و و و و، فمن تجي هاي العوامل الاخرى المريض اكيد هم راح ينعكس على نفسه وحتى على مسؤوليه المواطنين. نعم. الاخرين. من راح يتركها دكتور؟ شوف انه مثلا يحس انه مثلا نفسيته تعب جدا يعني كبدايات، طبعا اول اسبوع راح يعاني، راح يكون صعبه شويه. نعم. التكأب، تبدي مستقبلات النيكوتين بجسمه لانه عنده ادمان كان صار. نعم. نفسي عليها وفسلجي. نعم. تبدي تحاربه، تريد الدوز الجرعه مالتها من النيكوتين. نعم. فبعد اسبوع تبدي تموت وتضمحل، يتغير الانسان، يرجع على فكره فد نقطه لشبابنا خاصه اللي جسمه يكون ناعم، احنا نسميه منعم. نعم. هذا شرايينه هي اصلا تكون صغيره، فمن يدخن دمه يصغر حجمه اكثر. على فكره التدخين له علاقه حتى بالقزميه. من شخص هسه عمره 12 سنه يدخن 13 سنه، لا تتوقعين يصل الى طوله الطبيعي. يعني راح يبقى اي لانه يقل. ما راح يصير نمو بكل خلايا، يعني يقل عند النمو. نعم. فبالنسبه لشبابنا يعني التدخين يدخل باجزاء الجسم كافه. بالضبط بالضبط. نعم. فالنرجيله انا بالنسبه لي يعني كونترا انديكيتد، يعني قطعا اقول له تعوفها. نعم. نحاول السيجاره الالكترونيه نقول له انه تقلل وتحول على السيجاره الاعتياديه، والاعتياديه تختار بعدها. نعم. نعم. هذا اقل ضررا من غيره. للتقليل. شكرا طبعا دكتور على هذا التوضيح. استاذ ميسر، شنو نصيحتك للمدخن؟ النصيحه يعني هي للمجتمع. نعم. ليس هي للمدخن. نعم. اذا كان في البيت طفل مدخن والاب اكتشف، وكلنا ابهات، يجب ان يعالج الامر برويه. نعم. يعني مو يكون عصبي احتمال بعدين يزيد، يعالج برويه. نعم. لانه قد يكون رده الفعل عكسيه. هذا. نعم. واحد اذا كان هو رب البيت مدخن،
يجب أن يخلي في باله عائلته، لأنه كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو الراعي مال البيت. إذا شاف هذا البرنامج أو إذا عنده معلومة، وجوز عنده معلومة أزيد من أن بعض المدخنين عنده معلومات أزيد يمكن من أن باستثناء الأمور العلمية، نعم لازم أنت تسوي حساب عائلتك، تسوي حساب العائلة مالتك. نعم. في نفس الوقت احنا ما نذب اللوم كله على المدخن وعلى الأب وعلى العائلة، وهذه احنا أيضا نذب اللوم على اللي يسمح بأنه تدخل هذه الأنواع من السجائر أو هاي الأنواع من التبو أو غيرها أو غيرها من الأمور الأخرى. نعم. خلي نكون أمينين، حتى لا تكون خاضعة للسيطرة وتدخل بمسمياتها، هو عجيبة يسوي بها خلطة ويضيفها للمواد إذا كانت أي نوع من الأنواع الأخرى. هذا المجتمع الموصل يجب أن يكون حذر منها، خلي يكون، لأن بعض الأحيان أكثر مكان يضيع بها السم لما يكون بالعسل. نعم. لما يكون بالعسل السم أكثر شيء يضيع بالعسل، فلا تخلي أنه يكون مغروس في العسل مالتك سم. فهذه النقطة جدا مهمة يجب أن يفهمها كل الشباب، مع مراعاة أنه إحنا هي ظاهرة سلبية وهي ليست دليل رجولة ولا هي نعم. دليل يعني ثقافة ولا هي دليل شيء من هالقبيل، لا، هي يعني ظاهرة سلبية على مستوى العالمي وعلى مستوى المحلي. وأتمنى لكل شبابنا أن يكونون بصحة وبسلامة وبأمان إن شاء الله. ويعني إذا كان في ختام الكلام أحب أن أوجه شكر جزيل لقناة الموصلية ولحضرتك الست ياسمين لاستضافتنا، وللكادر العامل خلف الكواليس يعني من أجل توضيح نقطة جدا مهمة قد تكون هي مفتاح لأبواب أعمق، للأمانة هي مفتاح لأبواب أعمق من هذا الموضوع. أتمنى أن تكون وصلت فكرة ونكون يعني كنا خفيفين الظل وانطينا فرد معلومة تفيد الناس وتبقى كصدقة جارية لما بعدنا. وأشكركم وأكرر شكري إليك وللكادر ولزميلي دكتور محمد، وأهلا وسهلا. دكتور محمد، قبل ما نختم البرنامج نصيحة نسمع منك أو كلمة نصيحة خير. إلى ما بدأ يظهر ويزداد ظهورا نعم. في المجتمع، إلى أي أم وأطفالك أمامك وده تستخدمين النرجيلة، ده تفكرين ابنك وبنتك جدي يطلع هذا نعم. إذا أمه ده تدخن النرجيلة البنت إيش راح تطلع، إيش راح تشرب بعد أكثر، لازم الأم تحافظ على مجتمعنا في الموصل إن شاء الله. يعني لازم أن يكون يعني بدون مجاملات يعني نعم. إحنا مجتمع الموصل مجتمع العلم والتقدم والعقل صحيح. والذكاء، ما نسمح أنه نوصل المرحلة أن نشوف هاي الظاهرة ده تكثر حقيقة يوما بعد يوم في المجتمع نعم. يعني حقيقة إن شاء الله أتمنى أنه لا حد يزعل علي من المشاهدين، انا والله يعني محبه لله عز وجل لا النصائح اللي قدمت وهذا بلدنا نعم. واشكر حقيقه حضرتك والله نعم. اوعنا واشكرك حقيقه على هذا الاختيار الذكي اكرر مره ثانيه، والكادر الموصليه الله يعطيكم الصحه العافيه اللي دائما حقيقه نشاكم تختارون مواضيع بناءه، هذه ما يسمى بالنقد الذاتي البناء. شكرا، الله يعطيكم الصحه العافيه. شكرا لك دكتور محمد واستاذ ميسر، اتمنى لكم ان شاء الله الموفقيه والنجاح الدائم يا رب. وان شاء الله احنا وصلنا الرساله التوعويه او الكلام عبر البرنامج المختصر المفيد. شكرا لكم مره ثانيه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدي اعزاء، وصلنا الى ختام برنامجنا المختصر المفيد، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل والى اللقاء.